سيداتي يا نساتي، سادتي متابعينا الاعزاء، مشاهدينا الكرام، ما ينطلق الشوط الخامس سباق الدوحه اوكس للخيل العربيه الاصيله، الدرجه للاناث، عمر 3 سنوات فقط، المسافه 1600 متر، عدن كرامتي امرجان بريت، اجي اسمجد وقلبي انا خفوقي، نخوه العرب سابقه ولايف، ينطلق الشوط مع الجواد امرجان بريت، ملك ابناء محمد كاظم ابراهيم، محمد الانصاري وسليم غلامه، ثاني المراكز الجواد كرامه، ملك الساده مقرنه، والمدرب البني ميول، تقدم الجواد خفوقي، ملك السيده اشعيل بن خليفه الكواري مع خفوقي واستيفا لجاجه، محاوله هنا من الجواد عدن احد المرشحين في هذا الشوط، وريتشارد مولن، تقدم للجواد نخوه العرب، ملك محمد عبد الله العبد الملك، هذا الجواد ينحدر من سلات مجد العرب، اذا لا تزال الصداره وراء وتابع مع الجواد رقم 3 تيام رجان بريت، ابناء محمد كاظم ابراهيم الانصاري في المركز المركز الأول، هنا تقدم للجواد كرامة، ملك مقرنة أمقان في ثاني المراكز، محاولة مع خفوق الآن أشعل من خليفة الكواري في ثاني المراكز، هنا الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، الجواد تيام رجان في وضع اليد، تيام رجان الآن ومحاولة من كرامة، كرامة وتيام رجان، تيام رجان والمرشح الأول، عدن الآن، عدن الآن، تيام رجان، تيام رجان وكرامة، كرامة الآن وخفوق التحول الآن، كرامة تيام رجان الآن، تيام رجان وكرامة، كرامة دخول قوي من جود عدن، عدن وتيام رجان، عدن الآن إلى الصدارة والمركز الأول، الجود عدن ملك السادة مربط الشحانية إلى الصدارة والمركز الأول، عدن ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني في المركز الأول، جوليان سمارت.